مرة أخرى أولا غنشكركم لأن اليوم في حقيقة نبيتوا هذا نداء الوطن، ما خصوش يكون اليوم عطلة ولو السبت ولو 6 نوفمبر، خاص يكون النهار اللي كنحتفلوا به بهذه الذكرى النبيلة. علاش كنتكلم بهذه الطريقة؟ لأن هذا النهار مواطنات ومواطنين تجاوبوا مع نداء المرحوم الحسن الثاني لما طلب من المغاربة باش يهبطوا بقوة باش نحروا الأراضي ديالنا، فلهذا قمنا بزيارة اليوم في مدينة سمارة ومن بعد في مدينة العيون باش نبينوا للعالم بأن من 75 اليوم كان هناك تطورات كبيرة كتعرف هذه المنطقة، وأعتقد بأن هذا اليوم هذا القطاع أو القطاعات كلها خصهم يبقاو يديروا هذه الزيارات شي بحال هذا. هي مسيرة نسميوها سياسية اقتصادية واجتماعية باش نبينوا للعالم التطورات اللي كتعرف هذه المنطقة. والحمد لله في زيارتنا لسمارة وكان هناك واحد التراث تاريخي اللي اولا نعتز به ونفتخر به، واللي هو في حقه هو اللي كيشهد على مغربيه الصحراء، لان لقينا تما واحد لابيس انذاك من وقت العلويين يعني من القرن 19، وهذا بحد ذاته رساله ورساله سياسيه رساله تاريخيه لارتباط هذه الارض بالمغرب. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.